تشهد المناطق المحررة ارتفاعات متتالية في أسعار المحروقات بما فيها أسطوانة الغاز المنزلي، ما يشكل عبئا بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطن في الشمال المحرر. للحديث عن ارتفاع أسعار المحروقات ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حمدو الجاسم، مسؤول العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد بحكومة الإنقاذ. نرحب بك أستاذ حمدو. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم اخوة متميزين براديو الثورة، مواكبين لهموم الناس في المنطقة المحررة. حياكم الله. اهلا بك استاذ حمدو. بداية، ما هو سبب الارتفاع المتكرر لاسعار المحروقات في المناطق المحررة؟ سبب ارتفاع المحروقات في المناطق المحررة هو سبب رئيسي، هو الغلاء من المصدر. وفي عنا سببين يعني يعتبروا من رئيسيات، ولكن بأسلوب على موضوع ارتفاع الاسعار. في عنا ارتفاع اسعار النفط العالمي، هذا أول واحد. والثاني انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، حيث كان قيمة الدولار الواحد مقابل الليرة التركية 9.3، اليوم 9.7. هاي كلها هي أسباب تأثر على موضوع ارتفاع أسعار المحروقات في المناطق المحررة. طيب، بالنسبة لصرف الليرة التركية أستاذ حمدو، غالبا ما نشهد ارتفاعا لأسعار المحروقات جراء انخفاض صرف الليرة التركية، ولكن بالمقابل لا نرى انخفاضا ملموسا في الأسعار عند تحسن قيمة الليرة. ما سبب ذلك؟ الانخفاض دائما موجود، بحيث يكون الانخفاض موازي لسعر صرف الليرة التركية. يعني نحن دائما بنلاحظ أنه عند يكون في فرق بالليرة التركية، يعني تحسن قيمة الليرة التركية، عم بيكون في مباشرة نشرة أسعار بتبين هذا الموضوع. أيضا سؤالي أستاذ حمدو، ما هو دور وزارة الاقتصاد حيال الارتفاع المتكرر لأثمان المحروقات؟ تعمل وزارة الاقتصاد على إصدار تسعيرة كلما تغير سعر صرف الدولار انخفاضا أو صعودا. يعني دائما عند يكون في غلاء بسعر التصريف أو في نزول بيكون في تسعيرة، وبتضبط هذا الموضوع من خلال الجولات الميدانية للتموين في الأسواق لمنع الاحتكار من قبل التجار. أستاذ حمدو، سنرى هذه التسعيرة قريبا إن شاء الله. الأستاذ حمدو الجاسم، مسؤول العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد بحكومة الإنقاذ، شكرا جزيلا.